مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. حلقه النهارده حلقه بالنسبه لي خاصه جدا، خاصه لان ضيفي فيها واحد من اصحاب الفضل عليا في تاريخي، تاريخ مهنتي، تاريخ شغلي، ولانه قيمه كبيره في تاريخ مصر، الشاعر الكبير فاروق جويده. لما بقول اسم فاروق جويدة بفتكر نفسي وأنا داخل الأهرام بتحسس طريقي، وهو كاتب كبير وشاعر دواوينه تجوب مصر، قصائده في كل وجدان جيلنا والجيل اللي قبلي والجيل اللي بعدي، اللي علمنا الحب واللي علمنا معنى الوطن. فاروق جويدة لم يكن شاعرا فقط، هو جزء من وجدان هذه الأمة. فاروق جويدة كان ليه مواقفه الشهيرة في مقالاته في جريدة الأهرام المؤثرة، اشتغل في كل حاجة، جاب الصحافة من مطبخها، كان سكرتير تحرير الأهرام وكان مدير تحرير الأهرام وكان رئيس الصفحة الثقافية في الأهرام وكان كاتب سياسي مؤثر وكان شريكا وكاشفا لعوار دستور 2012 وكان شريكا وكاشفا لمؤسسة الرئاسة في عهد مرسي وكان شريكا في أزمات هذا الوطن. ولدي حلم خاص النهاردة وأنا بلتقي بالشاعر فاروق جويدة. عيد ميلاده كان يوم 10 فبراير، رحلة طويلة من الكتابة والأمل والألم في حب هذا الوطن. النهاردة هيكون حوارنا نظرة إلى الخلف، كيف يرى ما فات، واقف عند إيه، هتكون نظرة للواقع إحنا فين، شايفه إزاي، وهتكون نظرة للمستقبل. الشاعر دائما عرف يمتلك قدرات ورؤية خاصة لاستطلاع المستقبل، نستطيع أن نطمئن. الشعراء هم ضمير هذا الوطن، الإبداع المصري بشكل عام هو القاعدة الصلبة اللي حفظت هذا الوطن وعملت له وجود في الخارج، عملت له تأثير. جزء من بناء الحضارة هو الأدب والإبداع، عشان كده فاروق جويدة في هذا الوقت وجوده معانا في برنامجنا النهاردة شرف كبير ومصدر من مصادر سعادتي الشديدة. طيب، طبعا في أحداث سياسية كبيرة حصلت، في أحداث زي زيارة الفريق المشير السيسي ووزير الخارجية نبيل فهمي إلى روسيا ومغزى هذه الرسالة وإعلان بوتين أنه علم أن السيسي سيرشح نفسه لرئاسة الجمهورية وهنأ على ده علنا، فبقى الأمر منتهي خلاص، مش عايزين نوجع قلبنا. هدخل للتفاصيل ولكن سأذهب إلى الأهمية، إلى الحكايات. النهاردة لسه قاري رسالة على بوابة يناير من واحد من الشباب اللي بيحكي إزاي تعرض للتعذيب في السجون، وكنا طالبنا امبارح وقلت لحضراتكم إحنا أمام روايتين، رواية بتقول من المحبوسين على دمم قضايا انهم بيتعرضوا لتعذيب، ورواية من الداخلية بتنفي هذا. وقلت في مثل هذه الأشياء لا يجب أن نصمت، وأتمنى على وزير الداخلية أن يسمح لوفد من منظمات الحقوق، منظمات حقوق الإنسان، إنها تذهب وتستمع وتراقب وتطلع تقول لنا إيه الوضع بالضبط، من الصادق، هل الناس دي بتتعذب جوه سجون تبقى جريمة وكارثة لن نصمت عليها، ما بتعذبوش وبيكذبوا، منهم لله وتبقى القضايا شغالة والقضاء يفصل في أمره، لكن هي دائما الحقيقة. النهاردة بالفعل راح وفد من منظمة وفد حقوقي للسجون، راح طرة، كان معاهم مجلس القومي لحقوق الإنسان، كان الأستاذ السياسي المعروف جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من الباحثين في مجال حقوق الإنسان راحوا سجن طرة عشان يتأكدوا بنفسهم من القول بالتعرض للتعذيب. معي الأستاذ جورج إسحاق. مساء الخير يا أستاذ جورج. أهلا أستاذ خير، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك أستاذ جورج؟ أنت النهاردة رحت سجن طرة، وممكن تحكي لنا إيه اللي حصل، التقيت بمين، الملاحظات؟ امبارح من وزير الداخلية أن احنا نروح المجلس القومي، يروح إلى زيارة السجون وقررت الزيارة. نعم. ورحنا قابلنا ناجي كامل وخالد السيد وأحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة ومحمد، وقابلنا ايضا ابو العلا ماضي، المهندس ابو العلا ماضي والمستشار محمود الخضيري،
وسمعنا بشكل جيد جدا لما حدث لهم منذ أن قبض عليهم إلى أن ذهبوا إلى اسم الأزبكية، ثم من اسم الأزبكية إلى اسم قصر النيل، إلى أبو زعبل، إلى ثرى. نعم. وسمعنا يعني أنا شخصيا عايز أقول لحضرتك إن إحنا يجب إن إحنا نتحقق من هذا، اللي هو أبو بكر اللي هو المسؤول عن مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان قال إنه من له من تعرض للتعذيب أو إلى آخره يعمل بلاغ إلى النائب العام. إحنا بنجمع دلوقتي الأقوال والشهادات وما حدث، وسنتقدم إلى النائب العام بشكوى بكل دول للتحقيق حتى يثبت إذا كان هذا. يعني الحاجة الثانية إن إحنا عندنا دلوقتي وثائق وعندنا أسماء كل المسجونين في بعد 25 يناير. نعم. يعني لأنه إحنا مثلا لما قلنا إن في أطفال قالوا لا ما فيش أطفال، لا إحنا معانا، وإحنا قلنا إن إحنا هنبعت ده للنائب العام وهنبعته وزارة. لقيتوا أطفال يا أستاذ جورج؟ نعم. كان في أطفال؟ آه يعني في 13 و14 سنة، أظن في بعض منهم أفرج عنه، لكن البعض الثاني إحنا معانا قوائم كاملة حصلت على القوائم دي منين يا أستاذ جورج؟ من المحامين. من المحامين. إحنا عملنا جلسة في المجلس القومي لحقوق الإنسان. نعم. جبنا فيها كل المحامين اللي بيدافعوا عن المحتجزين تحت الاحتياطي، تحت السجن الاحتياطي، حبس احتياطي. نعم. الحبس الاحتياطي، واخدنا كل الوثائق والاسماء واتقبض عليهم امتى وفين والتهمه وكل البيانات موجوده عندنا. شكلنا لجنه من المجلس القومي لحقوق الانسان فيها الاستاذ راجي عمران وفيها الاستاذ كمال عباس وفيها مجموعه من الحقوقيين عشان نعمل مذكره وافيه سنقدمها او نطلب مقابله السيد رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء والنائب العام لعرض هذه الشكاوى كلها عندما نتحقق من صحتها. طيب مقابلتكم النهارده الم تتح لكم التحقق؟ بمعنى اللي سمعتوهم قالوا لحضراتكم انهم تعرضوا ويتعرضوا لتعذيب؟ تعرضوا للضرب. للضرب. تعرضوا للضرب. اه طبعا. ده اثناء القبض عليهم. اقول لحضرتك وعايز اقول لحضرتك انه مثلا على سبيل المثال في سجن ابو زعبل. نعم. يعني الحفلة، عارف الحفلة؟ أيوة. لما بينزل المعتقلين ياخدوهم حفلة كده. ده زي مشهد فيلم البريء كده زمان؟ أيوة. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، إنه الطريقة القديمة دي ضروري تختفي تماما. ولذلك احنا وإحنا في الزيارة طالبنا إنه تتغير تقنين السجون، نشوف الثغرات اللي فيها تتغير، وكذلك اللائحة، ولن يتوفر إلا بمجلس شعب. يعني بس ضروري نحضر. نعم. ده مسبقا هنشتغل عليه في المجلس القومي. هل استاذ جورج؟ نعم. هل استمعتم الى اعترافات بانهم تعرضوا الى الصعق الكهربائي مثلا، الى الاعتداء الجنسي مثلا؟ هم كانوا يعني بيبقوا مغميين عينيهم بس بيسمعوا صرخات الناس حواليهم. لا، ما هي حكايه السماع والصرخات دي ممكن يبقى نوع من الارهاب النفسي، لكن هم نفسهم حد فيهم لا تعرض لا الى الصعق الكهربائي؟ لا لا. أنا او اعتداء جنسي؟ لا. حكايه الاعتداء الجنسي ده عبد الله محمد ده احد الناس اللي تعرضوا لده، كان في احتكاك جنسي مش اعتداء جنسي، في فرق بين. نعم. وهو قال بلسانه ان الذي حدث لي اكثر من الاعتداء الجنسي ويهين كرامتي تماما. طالبين تحقيق في ده، احنا مش هنسيب اي شكوى حصلت في اثناء وجودنا في ثرى النهارده غير ما نقدم فيها طلب للتحقيق فورا. طيب هل حضرتك تستطيع ان تقول مطمئن البال انه يحدث تعذيب لمن قبض عليهم في السجون، ام ان الامر يستدعي مزيدا من التحقق؟ ضروري نتحقق من هذا الامر. لأ بقول لحضرتك. نعم. مغمية عينيهم بيسمعوا صريخ. نعم. فهو ده اللي احنا. لا، انا بتكلم عن شهاداتهم هم. يعني دوما قال لحضرتك انه تعرض للتعذيب، علاء عبد الفتاح، احمد ماهر، لا خالد السيد الضرب مثلا ضرب، مثلا الضرب ده موجود على طول، الضرب ده والشتيمه بالالفاظ الجارحه دي يعني بقت حاجه عاديه جدا كده. نعم. ده كل ده ضروري يتنظر له بنظره مختلفه.
هل حضرتك هتقعد مع وزير الداخليه تناقشه في ده، ولا هتتجه مباشره الى السيد النائب العام والسيد رئيس الوزراء؟ لا، هو 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 انا تلقيت مكالمه من وزير الداخليه واحنا موجودين، لان انا كنت بشتكي من انه طلبنا زياره السجون عده مرات ولم نوفق. فهو قال لي انه اي سجن انتوا عايزين تزوروه السجون كلها مفتوحه ليكم. وفعلا بلغنا المساعد السيد اللواء محمد المساعد لشؤون السجون، وعملنا له جدول، وهنزور كل سجون اللي عليها اي شبهات. دخلتوا حجرات السجن يا استاذ جورج؟ نعم. يعني شفتوا عايشين عيشه ادميه، عندهم اوض ادميه، بياكلوا اكل كويس؟ لا، هم اولا اللي شفناهم عايشين في زنازين انفراديه او فيها خمسه سته سبعه، لكن في اثناء وجودهم في ابو زعبل قالنا ان كل اوضه اربعه في خمسه يعني بيحطوا فيها 50 60 70، الناس نايمه بسيفهم كده من كتر ما الناس كده. انا رايي الشخصي ان احنا لن نطرد سجن من السجون الا سنراه مكتوب عنه تقريرا مفصلا. بس انا عايز اقول لك انه يعني سجن طره ده يبدو ان فيه كل الناس اللي بيعرفوا يعني ايه حقوق انسان، وناس محترمين، وانا بحيي جهودهم داخل من رجال الشرطه. طيب، ده كلام جميل. احنا بننتظر انتهاءكم من هذا التفتيش وهذا التحقيق واعلان نتائجه على هذا الشعب اللي من حقه يطمئن ان الاستبداد والظلم والعنف مرفوض ومحدش هيقبله، ولن نصمت عليه، وهنقدم لحضراتكم الكذب اللي ادعى في اجراءات قانونيه. من تعرض للتعذيب لابد من اثبات ذلك والتحقيق مع من عذب. وارد التجاوزات والاخطاء، وارد، بس لابد ان يكون هناك عقاب، ما ينفعش تعدي، والا هنبقى بنغلط في حق مستقبلنا. هطلع فاصل، بعد الفاصل نبتدي الاخبار في عجاله، هكون سريع النهارده عشان استقبل الشاعر الكبير الاستاذ فاروق جويده. بوتين والسيسي يناقشان القضايا الاقليميه وحق الشعوب العربيه في السعي لتحقيق مطالبها المشروعه بعيدا عن اي تدخل خارجي. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف يرحب بنتائج الاستفتاء على الدستور في مصر، ويؤكد دعم بلاده للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار في البلاد. الدكتور أحمد الطيب والبابا توادروس يترأسان اجتماع بيت العائلة المصرية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. ضبط خمسة متهمين في واقعة استشهاد رقيب شرطة وإصابة آخر أثناء مرور مسيرة للإخوان أمام إحدى الكنائس بعين شمس. إحالة 170 من أعضاء جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية إلى محكمة الجنايات بتهمة تدمير وحرق نيابة ومحكمة وقسم شرطة الغنائم بمحافظة أسيوط. وزير التربية والتعليم يقرر حذف جزء من المقررات الدراسية التي تساوي أسبوعين اللذين تم تأجيلهما من الدراسة. اللواء محمد أبو شادي وزير التموين: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لتلبية احتياجات السوق المصري حتى منتصف يونيو المقبل. طاهر أبو زيد: ليس من حق الفيفا وقف انتخابات الأندية المصرية لأنه شأن داخلي.